لينهي تلك الصفقة ببيع القدس وبموافقة حكام العرب ليقول للمسلمين، ليقول للشعوب التي خرجت في مظاهرات على خجل فلتخرجوا، حكامكم باعوها، حكامكم سلموها. لذلك لما سألوا كاسترو عن المفاوضات مع اليهود ماذا قال؟ قال أنا لا أعرف شيئا عن المفاوضات، أنا لا أعرف شيئا عن المفاوضات، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بي فإنني سأفاوض اليهود كيف يرحلون، برا أم بحرا أم جوا. هذا رجل أجنبي يقول إذا كان الأمر يتعلق بي فإنني سأفاوض اليهود كيف يرحلون، برا أو بحرا أو جوا. ماذا لو سمع هذا الكلام حكام العرب؟ ماذا لو سمع هذا الكلام حكام المسلمون؟ ذلك الإمام الذي خرج قبل أشهر ليقول أن ترامب هو رجل السلام، ها هو رجل السلام يا حبيبي، ها هو رجل السلام يا شيخنا الجليل، ها هو رجل السلام يا إمامنا، ها هو رجل السلام يسلم قدسنا، ها هو رجل السلام يا شيخ المسلمين يا إمام المسلمين، يبيع القدس على طبق من ذهب. ثم بعد ذلك ما يؤلم والله أن بعضا من العرب يخرجون، وأنا قرأت وشاهدت بالأمس مرئيات وفيديوهات لشباب من العرب، بعضهم يقول القدس لا تعني لي شيئا، وبعضهم يسلم القدس لليهود، وبعضهم يسب على المسلمين في القدس. ولكن أيها الكرام أبشركم وأقول إن ترامب لا يتحكم بقدر الله، إن ترامب لا يستطيع أن يتحكم بأمر الله، الأمر لله من قبل ومن بعد. إنما هذا التوقيع وقع على الورق، لكن قدرة السماء أعظم من الورق، قدرة السماء أعظم من أقلامهم، قدرة السماء أعظم من مخططاتهم. غدا سنعود إلى قدسنا إن شاء الله. أبشركم كل هذا في كتاب ربنا، كل هذا في أحاديث رسول ربنا صلى الله عليه وسلم. سنعود، سنعود والله. وهم الآن يخربون بيوتهم بأيديهم، إي والله، والله إن الله يهيئنا للتحرير، والله إن الله يهيئنا بهذا الأمر لنعود إلى قدسنا فاتحين، محذرين، مهللين، مكبرين، عاجلا غير آجلا بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. كنت ذاك الرجل الذي قال إلهي إلهي بمن أرتجي وما غير عفوك عن. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.